هذا يقول رجل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند الذكر، وش الدليل على هذا إن الرسول يحضر؟ الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، والميت لا يرجع إلى الدنيا أبدا، لا الرسل ولا غيرهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبدا. هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحضر هذه البدع وهذه الأمور. لكن اللي يرتكب البدع يسهل عليه الكذب والعياذ بالله، من أجل يروج بدعته. ألا ولا يريدون ترويج بدعتهم، لأن يقولون الرسول يحضرها من أجل أن الناس ينخدعون بهذا.